شركاء لتوظيفهم، حملة هي الأولى من نوعها في الكويت لتحقيق هدف تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع كأشخاص فاعلين ومساهمين في خطة الدولة الإنمائية يا غادة. أكيد هاشم، ولاقت هذه الحملة مشاركة وترحيب من مختلف الأوساط والجهات الداعمة لمبدأ رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة. حول هذا الموضوع نرحب بالمهندسة عواطف السلمان، مستشارة التخطيط الاستراتيجي لدى فريق البناء البشري. حياك الله والساعة المباركة. حياكم الله. بداية نقول لكم صباح الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة اللي كنتوا حاضرين فيها يعني من بداية انطلاقتها، وهذا اندل فيدل على حرصكم وحرص وزارة الإعلام على أنها فعلا يعني تعطينا الفرصة نحن نعبر عن نتائج ووقائع هذه الحملة والمبادرات الوطنية. للأمانة يعني هذا حق واجب وانتوا تستاهلون. لكن قبل ما نبتدي في الحديث عن الحملة، خلينا نتعرف على نشأة وأهداف معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية. معهد البناء البشري هو يعتبر أول معهد نوعي لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية في الدولة. هو معهد غير هادف للربح، يحظى المعهد في رؤية تتمثل في تقديم خدمات التدريب النوعي والتوظيف ودعم المشروعات الصغيرة لفئات الرعاية بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحاضنة لهذه الفئات. أهداف المعهد قلنا التدريب النوعي المقترن بدراسة تحليلية لسوق العمل، ومن ثم السعي بتوفير الفرص الوظيفية للبرامج المطروحة للتدريب ودعم المشروعات الصغيرة. ويمكن بمناسبة هذا الهدف الثالث احنا اليوم ان شاء الله راح نوقع شراكة استراتيجية مع حاضنة الأعمال ميك جروب من اجل دعم 10 مشاريع لفئات الرعاية الاجتماعية واحتضانهم لمدة عام. ما شاء الله وقواكم الله. يعني مهندسة عواطف، حملة شركاء في توظيفهم، نتكلم عن هذه الحملة بشكل موجز إضافة إلى مدى تعاون الجهات المعنية والمؤسسات المعنية أيضا مع هذه الحملة تحديدا. انطلقت الحملة في سنة 2018، كان الهدف من عندها أن إحنا يصير عندنا تجربة حقيقية نقدر نقيس عليها مدى تجاوب القطاعات في توظيف ذوي الإعاقة. فتم اختيار 29 من أبنائنا من ذوي الإعاقة، تم تقديم دورة تدريبية مدتها 9 شهور. كانت هذه الدورة بالشراكة مع أحد البنوك في القطاع المصرفي. كنا نبي نطبق التجربة بالأول على هذه الفئة ونشوف النتيجة، وحقيقة يعني كانت نتيجتها مبهرة لنا وللقطاع نفسه ولذوي الإعاقة وأولياء أمورهم. في النهاية 29 تم توظيف 16 من عندهم. حلو. في 4 بنوك. هذه النتيجة خلت عندنا رغبة أن احنا نعيد تكرار التجربة وندرب بنفس العدد تقريبا، اللي هم خلينا نقول كان 29، الدفعة الثانية 30، الثلاثين نحن الآن في صدد تدريب ميداني 26 منهم. ما شاء الله. وراح ينطلق التدريب الميداني على تاريخ 22/6 بإذن الله، وأثناء هذه الفترة اللي هي من شهر 6 لشهر 9 يتم تقرير الإدارات المعنية في البنوك توظيف إيش كثر عدد من عندهم، ونأمل أن توظيف الجميع بإذن الله. فكذي إحنا خلصنا دفعتين، الدفعة الأولى كانت عددهم 29 والدفعة الثانية هم 30 حقيقة، ولكن 4 منهم تعينوا في القطاع الحكومي. حلو. فعندنا 26 الحين اللي نستهدف أن يتم تعيينهم في القطاع المصرفي وقطاعات أخرى في القطاع الخاص. هذا التعاون مع القطاع المصرفي، ماذا عن الجهات المعنية الأخرى؟ هل هناك تعاون معاكم؟ طبعا القطاع المصرفي حقيقة يعني أعطانا مثال يعني يحتذى به لباقي القطاعات، لأن الاتحاد المصارف قام بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. تفيد هذه الاتفاقية بإمكانية ورغبة القطاع المصرفي بتعيين أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة ليتم تدريبهم وقياس نتائج اختباراتهم أنهم مؤهلين للتوظيف في إدارات معنية حددتها الاتفاقية، اللي هي إدارة الخدمة الهاتفية، إدارة العمليات، إدارة الفروع، إدارة المبيعات. فهذا المثال اللي قدم القطاع المصرفي هو تحفيز حقيقة لباقي القطاعات، وهذا اللي احنا نتمناه بعد ونوجه لهم دعوة، سواء كان قطاع الاتصالات، قطاع النفط، قطاع الانشاءات، ايا ما كان يعني. فان شاء الله احنا متفائلين خير باذن الله. اذا لو نربط خلينا نقول الوضع العالمي العام مع يعني مساله تحقيق اهدافكم من خلال هذه الحملات الجميله اللي انتم قاعدين تقولونها يعني تسوونها عفوا، فهل انتم قادرين في ظل هذه الجائحه انكم تحققون اهدافكم وصولا الى تخريج هذه الدفعه الثالثه الجميله؟
سؤال مهم جدا. ليش؟ لأن سبحان الله إحنا في فترة الأزمة ما قعدنا يوم واحد. جميل. أول بداية انطلاقة الأزمة أبى أبنائنا ذوي الإعاقة إلا أن يكون لهم دور. صحيح. ودورهم كان في تمثيلهم في حملة اسمها وإحنا بعد وياكم. حلو. والحملة أخذت وايد صداها هني في الكويت، يعني مع بداية الأزمة ولما اشتد الوطيس على العالم كله، كان ذوي الإعاقة يقومون بتقديم خدمات لإخوانهم من ذوي الإعاقة عن طريق تقديم المساعدات الغذائية، عن طريق تقديم المساعدات الوقائية، صناعة الفيس شيلد. فيعني قدموا فعلا نموذج حقيقي لفزعتهم في مثل هذه الأزمة. أثناء وجودهم معنا في هذه الحملة احنا ما قعدنا في عن اتمام برنامج شركاء لتوظيفهم، فكان التدريب عن بعد. وهذا التدريب عن بعد يعني أعطانا بعد احنا شعور بأن المعاق يستطيع أن يتلقى أي برنامج ممكن يقدم له حتى لو كان عن طريق الأونلاين. صحيح. فالحمد لله احنا كملنا المشوار، وهذا احنا الحين في صدد التدريب الميداني، وإن شاء الله نتبشر وياكم في شهر 9 في تعيينهم بإذن الله. يا رب بإذن الله. نستمع على العليم. خلينا نتكلم عن مجالات البرامج التدريبية التي تقدم للمتقدمين لكم من ذوي الإعاقة. بدينا في برنامجين، اللي هو برنامج خدمة العملاء وبرنامج الإدارة المكتبية، اللي هما اللي كان يعني من وراهم راح يتم عملية توظيفهم. حاليا احنا في صدد الانتهاء من مناهج لثلاث برامج اخرى مقدمه حق الاعاقات السمعيه والبصريه، اللي هو برنامج المؤذن، برنامج المساج الطب الاكلينيكي لمرضى عياده القدم السكري، وبرنامج الحرف المهنيه للبنات. فان شاء الله احنا في صدد الانتهاء من مناهجهم، وراح ان شاء الله نعلن عن ان احنا نفتح للدفعات المقبله هذه البرامج يا رب ان شاء الله باذن الله. اذا لو نتكلم عن ان هل هناك سقف او حد معين لعدد المتدربين، أن المجال مفتوح لكل من يرغب بالتسجيل ويلتحق بهذه الحملات والدورات الجميلة اللي أنتم قاعد تسوونها عشان تفرزون أرواح حلوة في سوق العمل الوطني؟ صحيح صدقت. احنا صراحة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مو مقصرة. الحين عندنا منصة عن طريق الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تقديم الطلب أونلاين، سواء كان يبي ينتسب إلى أي برنامج من برامج المنظومة، اللي هو مثل برنامج شركاء لتوظيفهم، برنامج دعم فرق الصحة النفسية. جميل. فبمجرد ما يدش في المنصة هناك لجان تقوم حقيقة بعملية الرد والفرز والتقييم ومن ثم توزيعهم. فالحد يعني احنا نقول البرنامج التدريبي عندنا من 30 إلى 50 منتسب. حلو. عشان كذي احنا الدفعه الاولى كانت 29 والدفعه الثانيه 30، الدفعه الحاليه اللي احنا فيها الحين اللي هو التسجيل حتى الان وصل العدد 28. ما شاء الله. فبالعكس احنا مستعدين نستقبل ال 50. قواكم الله. وايد حلو. قواكم الله مهندسه عواطف، شرفتينا في صباح الخير الكويت، اتمنى لكم التوفيق يا رب العالمين. جزاكم الله خير على هذه الاستضافه ومشكورين، ومن منصتكم نقدم كلمه شكر حقيقه الى كل العاملين في ميدان ذوي الاعاقه، من ضمنهم اول شيء وزاره الاعلام جزاها الله خير على هذا التغطيات، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، القطاع المصرفي بجميع البنوك التي دعمت، معهد البناء البشري والموظفين فيه، أبنائنا ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم. صحيح. المجتمع على دعمهم لرسالة الوعي المجتمعي حقيقة. كل الشكر لك ضيفتنا المهندسة عواطف السلمان، مستشارة التخطيط الاستراتيجي لدى فريق البناء البشري، وهذه التجربة خطوة في المسار الصحيح لتعزيز الخيارات والفرص اللي من شأنها تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. فاصل ونرجع نتواصل معاكم في برنامج صباح الخير يا كويت.